البيت. لفظيا المرأة هي مقود البيت أو قائدة البيت. حتما إذا كانت المرأة رزينة ونظيفة وعاقلة تجد بيتها نظيفا مرتبا يبعث على البهجة والسرور. أما إذا كانت المرأة خرقاء لا مبالية لبيتها وأسرتها فستجد البيت بكل أفراده يعيشون في حالة من الفوضى والتفكك. والمثل الشعبي أيضا يقول بنت الأصل تخلي كوخها قصر. We'll be right back.